الاحمر ديالو 14 سنه. تغدى معايا عيطو تغدى كان في الغار عندي اللي حفظ عنده كاع عنده الفرض اليوم. وجدت له الغذاء عيطو تغدى تغدى معنا مع العصر. تغدى انا تهود هود انا قلت راه هودنا الكراج مشيت انا المدرسه نصلي الجامع الوقت ديالي. انا خرجت من الجامع اما صناد عليا قال لي واش منك معاك؟ قلت له ماشي معايا وليت في البلاصه اين من قلب ما لقيناش. هذا الشيء اللي كاين. هون هون شنو قالوا لك؟ الحكايه قالوا له تدي 24 ساعه ونقدروا نديروا التحريكات ديالنا وهذه فهمتي؟ دابا تسنى ما كاينه والو ما كايناش شي تدخل بحال عندنا تماك ولا جا الامن اذا شافنا شنو كاين ولا شنو واقع ما كايناش نهائيا هذا الشيء. هذا الدري هذا من الدار ديالو من الباب ديال الدار ديالو كيكون الاب ديالو قدامه المدرسه كيدي الاب ديالو ولا الام ديالو. الدري هذا واحد الدري زعما طيب ماشي زعما شي واحد خايب ولا شي واحد قبيح ولا كيجيو يتشكاو منه الجيران. حنا راه ولادنا كيكونوا تماك ما عمر الجيران تشكاو منه. ما عندوش 20 عام عندو ما يديروا والو. حنا دابا كنطالبوا من السلطات دخل في هذه القضيه هذه وترجع لنا الدري ديالنا. الدري حنا راه خايفين وليداتنا حتى حنا خايفين وليداتنا نحكم في هذا الشيء هذا. ما درتش حاجه فايت الوقت. شنو كطالب عامل الامن؟ شنو كطالب عامل الامن؟ قول له شنو هو فايت الوقت الحاله ولا فايت الوقت لهاد الحاله؟ استاذ درت واحد المره شويه كنتعرضوا له واحد الدراري ياك هذا الشيء شهر كتعرضوا له ديك السيمانه الاخرى السيمانه الاخرى العطله اقل من هذه. ما خصك يا راشد ما عرفناش حتى هو ما عقلش عليهم انا كان عنده المطبوع مع 8 الصباح قالنا غنمشي نطبع. قالت له يماه ما نمشيش حتى نمشي معاك. هو جا قدامه هو في الحي الناس شدوه اربعه اللي قال هو مش ناجي دراري كبارين منه قال قدو وكاين يختار منه شدوه اربعه. شي واحد كان هو مع الزنقه جوج شدوا فيه ودوك جوج مشاو يحضيو هذاك. ملي مشاو يحضيوه هو ضرب واحد هنا يطلق منه الاخر لبوا فيه هنا شد قلت له صوفي طمو وهرب. اشربوا بالعلم اشرب شويه شويه لله يرحم والديك شويه ربي السيد راه مخلعاه وراه بزاف راه ماشي ما حضرش يهضر دابا. جات واحد الضربه في الكرسي هو اللي مرجع هذاك اللي بقى شبار فيه حيت الاخر ضربوا طيحوا وهذاك اللي بقى شبار فيه مشى صوفي طمو بكلشي انشرقت وقصوا في اللحم ديالو هنايا وهرب جا وحنا جايين من مورا هنا وما تلقى هو جانا ما جا يبكي. انا اللي وقعت له ما مشيتش شد ديك لاريزون ما هذيك راني لا شي واحد دايز المدرسه انا مني ولا ولدي في وجهي ما قدرتش نذكرني. انا دابا ولدي داوا ذكرني كيطالب بولدو يموت ولا راه كيطالب بشي طالب بشي عمو شي دخل في هادشي هذا طالب والو ولدو يرجع عنده كنطلب ولدي انا كنطلب ولدي ولدي يجي صحاب ديالنا راشد درويش الصاح ديال 30 سنه وحنا جيران مع هذا السيد هذا هو الله عمره سلام 30 سنه عمرنا ما سمعنا منه ديما كيرافق الاولاد ديالو ديما كي يلاه